لسنا خارج اللعبة. رد حاسم من الرئيس التركي أردوغان للقوى الغربية. في تطور مهم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته لن تسمح بإبقاء البلاد خارج اللعبة، بينما تعاد هيكلة مراكز القوة السياسية والاقتصادية العالمية. جاء ذلك في كلمة ألقاها بمناسبة يوم 15 يوليو تموز للديمقراطية والوحدة الوطنية، الموافق لذكرى محاولة الانقلاب بتركيا عام 2016. وأكد الرئيس أردوغان أنه في ليلة 15 تموز تبين أن كلمة الفصل يحددها الإيمان والشجاعة وليس المدفع والبندقية، وتابع أن حكومته حتما ستكمل بناء تركيا العظيمة والقوية، وقال اليوم هو الذكرى السادسة لخيانة 15 تموز، وفي هذه المحاولة الانقلابية الأكثر دناءة في تاريخنا الحديث نال 252 من إخوتنا شرف الشهادة بمن فيهم أولئك الذين توفوا بعد إصابتهم. وترحم أردوغان على أرواح شهداء 15 تموز متمنيا الشفاء والصحة والسلامة للمناضلين الذين تعرضوا لإصابات دائمة، وشدد على ضرورة التمسك بأهداف تركيا المنشودة ومعرفة قيمة الإمكانات المتوفرة وحماية المكتسبات وعدم الانخداع بألاعيب المفسدين. وأوضح أن الجهات المعادية تخشى من أن تحقق تركيا كل هذه الأمور بحلول عام 2023، والذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية. ولفت إلى أن تلك الجهات تدرك جيداً أنها إذا فشلت في إيقاف تركيا اليوم فإنها لن تلتقط الفرصة نفسها مرة أخرى طوال نصف قرن أو حتى القرن القادم.